نشرة أخبارية مفصلة من قناة العراقية الرياضية، أهلا بكم. درجال يؤكد أن الأندية البصرية لها مكانة متميزة على خارطة الإبداع الرياضي. هيثم كاظم ينصح أكرم عمانوئيل بعدم العودة للعمل مع القوة الجوية. الاتحاد العراقي للسباحة ينتخب خالد كبيان رئيسا جديدا، وعبد الإله يشك في شرعيتها. أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن الأندية البصرية لها مكانة متميزة على خارطة الإبداع الرياضي العراقي. قال درجال في منشور عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه استقبل في مكتبه بمقر الوزارة رئيس وأعضاء نادي الميناء الرياضي فضلا عن رئيس نادي البصرة وباركوا له تسنم المنصب. وأضاف أن الأندية البصرية لها مكانة متميزة على خارطة الإبداع الرياضي العراقي، ومن دواعي الفخر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإسناد ودعم للحركة الرياضية في هذه المدينة العزيزة، لا سيما في ظل وجود المدينة الرياضية فيها وملعب الميناء الذي وصل إلى مراحل متقدمة من العمل، وأن التواصل ومتابعة النشاطات الشبابية والرياضية سيتواصل عقب انتهاء الأزمة الصحية. وجه عدد من الرياضيين رسائل إلى المعنيين بالشأن الرياضي، خصوصا بعد التغييرات الجديدة التي شهدتها مفاصل الرياضة، بضرورة وضع آلية جديدة لرياضتنا لتطوير الرياضة في العراق. زيد غالب. بعد عام 2003 عانت جميع القطاعات في العراق من تأخر واضح، لكن رغم هذا الأمر بقي أبناء العراق يصارعون بكل طاقاتهم للبحث عن التغيير نحو الأحسن. نقف عند قطاع الرياضة الذي بات بحاجة ملحة إلى تجديد صورته وبشكل مغاير تماما عن السنوات الماضية، من خلال تحريك شريحة الشباب بالاتجاه الصحيح والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم والقضاء على حالات الفساد التي نخرت وأنهكت مفاصله، وإعادة بناء المنشآت الرياضية المهمة والتي من شأنها تظهر التطورات على ساحة رياضتنا، وكذلك الاهتمام بالرياضيين الرواد لاستثمار خبراتهم العميقة وغيرها من الجوانب الإيجابية التي تضع حدا في إيقاف الجوانب السلبية. نتمنى الاتحاد الجديد للهيئة المؤقتة وإلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الكابتن عدنان درجال، نتمنى لهم التوفيق والاهتمام بالفئات العمرية التي تكون رافدا أساسيا. كذلك الاتحاد الهيئة المؤقتة نتمنى لهم إنشاء دوري خاص بالفئات العمرية. نتمنى منهم الالتفات إلى الرياضة النسوية من خلال الاهتمام بها وتقديم الدعم الكامل لها، وكذلك إقامة المعسكرات التدريبية الخارجية لتطوير هذه الفئة، وكذلك إقامة الملاعب الخاصة بها. نتمنى لهم الموفقية في هذه المسيرة لخدمة الرياضة العراقية. إن شاء الله يكون الاتحاد كرة قدم على أعلى مستوى، وإن شاء الله يساهم بتحقيق وصول منتخبنا الكأس العالم 2022، وإن شاء الله نترجم عندهم أن يكون عندنا دوري قوي يضاهي الدوريات اللي في المنطقة وفي العالم. ونتمنى من الاتحاد العراقي الجديد أنه يراعي وبشكل مهم وبشكل مباشر إلى دور الفئات العمرية اللي تعتبر هي الرافد والمهم والرافد الأساسي لمنتخباتنا الوطنية. كل الشكر والتقدير للكابتن عدنان درجال باستلامه بوزارة شباب الرياضة، ونتمنى من الهيئة المؤقتة باهتمامهم بدور الفئات العمرية. صندوق الأفكار الحديثة الذي يسهم في تحسين وتطوير رياضتنا لابد أن يفتح وبشكل مطلق وبمساعدة وتعاون جميع الأطراف من الرياضيين دون مسميات لإعادة هيبة وأناقة الرياضة العراقية وبمختلف فعالياتها، بوضعها على السكة الصحيحة التي من شأنها توصل إلى محل الإنجازات عن طريق قادتها، لأننا لا يمكن أن نتغاضى أو ننسى إنها ابتعدت عنها في الآونة الأخيرة، ليس كما في السابق بعد أن كانت مشاركة فرقنا ومنتخباتنا فعالة وبشكل مستمر. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. أكد مدرب منتخب الأشبال حسن كمال لبرنامج سحور مع نور والذي يعرض على شاشة العراقية الرياضية أنه يجب وضع النجوم في المكان المناسب واستغلال قدراتهم وعدم الزج بهم لمجرد أنهم أسماء.
يكون النجم في موقع الخاص او موقع اللي يخدم من عنده، مو كل نجم يعني ممكن يقدر يخدم او بالتدريب او بالاداره. هاي تجي على الرغبه وعلى الامكانيات الموجوده اللي عند النجم. عندنا كثير من النجوم الان وصلوا الى مراحل متقدمه يعني بالوزاره مثلا او بالاتحادات والاتحاد الاسيوي او حتى الدولي. النجم يجب ان يكون هناك عمليه عنده عمليه انه يفعل افكاره ورؤيته اللي موجوده او ان تطبق على 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 ارض الواقع. النجم يحتاج اسم، يحتاج اسم كاسم هو يعني ابن اللعبه، يكون يعني قراراته هي دائما بناءه، دائما تكون اللعبه خبره والخبره هي يحتاجها. نعم. احسنت. نعم. نحتاج الخبره، لازم يجب يكون هناك توليفه بين الخبره. نعم. وبين النجوم الموجودين. طيب. هذا يساعدك يعطيك نوعيه من بها النشاط وبين بها ديمومه بالعمل. قال المدرب الكروي فيصل عزيز لبرنامج سحور مع نور أنه يجب على اللجنة التطبيعية في اتحاد الكرة الاستفادة من أخطاء الماضي. نستفاد من الأخطاء. نعم. الماضية ونتقدم بأمور وبعمل يعني يوازي سمعة التغيير من خلال يعني تواجد النجوم اللي يعني راح يظهرون في الاتحادات او في اللجان الفنيه. نعم. فهذا بالتاكيد راح يعطينا فد دافع وفد قوه يعني كتخطيط سليم للمستقبل، لان اليوم احنا اذا اردنا نبني مستقبل يعني للشباب والاجيال يجب ان يكون يعني عندنا تغيير، والتغيير لابد ان يكون جذري. وفي ذات البرنامج صرح المدرب الكروي صباح عبد الحسن بضرورة منح اللجنة التطبيعية فرصة للعمل ومنحها الوقت قبل الدخول بمرحلة التقييم. كابتن نور، احنا بالنسبة لنا احنا ما نقدر نقيم عملهم، هم دي حسب ما نشوفه يخطون خطوات يعني آلية في سبيل يعني شلون نقول تأسيس. نعم. تأسيس بشكل صحيح حتى ما يوقعون بأخطاء وأخطاء يمكن يتندمون عليها. نعم. يعني لازم هم يكونون وعيتهم دراية وعلم بأنه الأخطاء اللي صارت بالسابق لازم ما تكرر. إحنا ما نقدر نقيم عملهم، العمل يقيم من يكون عمل فعلي. وفي البرنامج ذاتي قدم اللاعب الدولي السابق هيثم كاظم نصيحة لأكرم عمانويل بعدم العودة للعمل مع القوة الجوية لأنه سيخسر جماهيره. والله مو أنا بعيد. نعم. أحسنت. بعدوني هم عنه يعني. صحيح. أنا مو بعيد عنه، بالعكس أنا قربت له وحضرت، ويمكن أربع مرات أنا طالبت بهذا الشيء ما لقيت يعني في الجواب منه أو في ردة فعل إيجابية تجاهي يعني. نعم. يوم من الايام يعني الطرف حضرت النادي يمكن حتى ما قدروني، خل اكون صريح وياك ما قدروني يعني، فانا اريد اتكلم بكلمه يعني. نعم. يعني شكرا بين سمحت لي بهذا الموضوع يعني. انا اعرف معاناتك في الاداره. اتمنى من اكرم عمانويل ما يجي، اتمنى. نعم. اذا اجى راح يخسر جمهوره بالبدايه، لان اكرم صاحب جمهور، اكرم صاحب اسم بالقوه الجويه، اذا اجى راح يخسر جمهوره. نعم. تعرف هاي الظروف احنا بدنا نمرها. يعني انت طالب بكل اللاعبين اللي يعني الان اللي يطالبون بهم بالانضمام الى القوه الجويه كنجوم، لا مو يعني يستعينون بهم بالعمل، ما يجون للنادي؟ لا مو ما يجون. نعم. شلون ظروف هيك اداره. نعم. انصح كل واحد من ما يعمل معاهم. قال أمين سر نادي الشرطة على بحر العلوم أن الفريق ملتزم برزنامة المشاركة الآسيوية على اللجنة التطبيعية حسم مصير الدوري بوقت مبكر. وأضاف على بحر العلوم في تصريحات صحفية أن فريق الشرطة سيكون محرجا من عامل الزمن، حيث أن تعليمات الاتحاد الآسيوي تؤكد أن بطولة دوري أبطال آسيا ستكون بطريقة مجمعة. وواصل هذا يعني أن الفريق سيشارك في البطولة الآسيوية مطلع شهر تموز المقبل بحسب ما ورد من تحديثات. وبين وفق تلك المعطيات من الصعب جدا أن تقام منافسات الدوري في المدة المتبقية ولا تتعارض مع مشاركة الشرطة في البطولة الآسيوية، وعلى الهيئة التطبيعية أن تضع تلك المواعيد في حساباتها قبل البت بمصير الدوري.
يواصل الحكم الدولي مهند قاسم الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدة، ويخضع قاسم للحجر الصحي في مستشفى ابن الخطيب لليوم الثالث على التوالي، وأن حالة قاسم مستقرة حاليا ويعاني فقط من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، فيما أظهرت نتائج التحاليل الخاصة بعائلة قاسم كانت سالبة، وغادروا الحجر ليعودوا إلى المنزل. وفي السياق ذاته يساند الوسط الرياضي الحكم الدولي مهند قاسم لتجاوز أزمة إصابته بفيروس كورونا. إن شاء الله شافي وعافي كل واحد مريض بهذا المرض أو غير مرض، وبالأخص يعني صاحبنا وأخونا الكابتن مهند. يعني الحقيقة نتمنى له كل الشفاء، ربي يعني شافي وعافي. رسالتي يا أخي هي مشكلة أنه العراقيين ما ملتزمين بهذا الموضوع، يعني المشكلة أنه العراقيين ما ملتزمين بهذا الأمر. يعني لو تلاحظ جميع مناطقنا اللي موجودة خصوصا المناطق الشعبية ما عندها التزام بهذا الأمر، كأنما ماخذين الأمر يعني كأمر عادي اعتيادي. لذلك يعني نسعى دائما عن طريق الفيسبوك، عن طريق علاقاتنا، أنه ناشد ونطلب من أخواننا من أصدقائنا من شعبنا بشكل عام أنه احذروا وخليك بالبيت وكون ملتزم. تلقينا بأسى كبير أنه إصابة الحكم الدولي مهند قاسم الذي نتمنى له الشفاء العاجل، وبالجانب الآخر نتمنى من جميع الرياضيين أن لا يأخذوا هذه الجانحة جانحة كورونا بمأخذ سلبي، ولكن عليهم أن يعوا مخاطر هذه الإصابة، إصابة كبيرة. وإن شاء الله ما نريد يعني نفقد طاقات شبابية مثل مهند، اللهم ربي يوفقه ويحفظه ويسلمه من هذه الإصابة. حقيقة شكرا لقناة العراقية الرياضية على اهتمامها ومتابعتها بأمور الحكام، وبالأخص يعني زميلنا الحكم الدولي مهند قاسم من الحكام المميزين والجيدين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبعده ويشفيه من هذا المرض اللعين الوباء الانفلونزا الكورونا، فنتمنى له كل الشفاء. أكد رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي على عودة الأنشطة الرياضية والمنافسات بأسلوب جديد يتماشى مع معايير شروط الصحة والسلامة. وقال العميدي خلال اجتماع رؤساء الاتحادات مع وزير الشباب والرياضة أن المرحلة صعبة جدا، ويجب على الجميع توظيف المال في مكان الصحيح والبدء بمرحلة جديدة أساسها التعاون المشترك. وأضاف أن عودة الأنشطة مرهون بقرار خلية الأزمة الصحية، وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال، والجميع ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها. أعلن الاتحاد العراقي للسباحة انتخاب خالد قبيان رئيسا جديدا بعد الانتخابات التي جرت يوم أمس في بغداد بإشراف الاتحاد الدولي للعبة عبر الدائرة الإلكترونية. من جهته أكد سرمد عبد الإله رئيس اتحاد السباحة السابق أن الانتخابات غير شرعية، ولم يصدر حتى الآن كتاب دولي بإبعاده عن رئاسة الاتحاد، في حين أكدت وزارة الشباب والرياضة أن قرارها سيكون بموجب القوانين التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة. كشفت إدارة نادي الزوراء الرياضية حقيقة مشاركتها في انتخابات الاتحاد العراقي للسباحة، وذكرت الإدارة في بيان أن الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تعلن عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة والتي أقيمت يوم أمس. أضافت أن أسعد لازم تواجد في الانتخابات كونه عضو اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة وحضوره للانتخابات ممثلا للجنة. وأوضحت أن الزوراء أعلن في وقت سابق وبكتاب موجه لاتحاد السباحة بعدم مشاركة النادي في الانتخابات. النشرة مستمرة فيها تتابعونا. الاتحاد الدولي لكرة القدم يلغي حظر توزيع جوائز الأفضل هذا العام. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد موعدا لاستئناف مسابقة الدوري.
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حسم مصير حفل توزيع جوائز الأفضل هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا، وكان من المفترض أن يقام حفل جوائز الفيفا خلال شهر أيلول المقبل بمدينة ميلانو، لكن الاتحاد الدولي اتخذ قرارا بإلغائه. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الموسم الحالي 2019-2020 لن يشهد أي فاز بجائزة الأفضل سواء بالنسبة للاعبين واللاعبات أو حتى للمدربين، وكان ليونيل ميسي نجم برشلونة آخر من فاز بتلك الجائزة في نسخة الموسم الماضي. أكد تقرير صحفي بريطاني أن هناك اتجاها قويا نحو تأجيل موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وأشارت صحيفة تلغراف البريطانية لأنه كان من المقرر استئناف الدوري الإنجليزي يوم 12 حزيران المقبل عقب الحصول على موافقة الحكومة، لكن هناك اتجاه لدى رابطة البريمير ليج نحو التأجيل لمدة أسبوع. وأوضحت أن رابطة البريمير ليج تبنت هذا الموقف عقب الاجتماع مع المدربين واللاعبين للتعرف على موقفهم من عودة التدريبات الجماعية والمباريات. وقالت الصحيفة أن اللاعبين والمدربين خلال اجتماع اليوم أعربوا عن مخاوفهم من مخاطر العودة للتدريبات الجماعية والمباريات رغم وجود بروتوكول صحي للحماية من آثار فيروس كورونا. وفي إطار الاستعداد لاستئناف الدوري الإسباني، واصل برشلونة تدريباته بعد توقف طويل دام لأكثر من شهرين بسبب خاض فريق ريال مدريد الإسباني تدريباته بعد التوقف بسبب جائحة كورونا منذ آذار الماضي. وذكر الموقع الرسمي للفريق الملكي أن الفريق خاض ميرانو الثاني بقيادة زيدان المدير الفني للفريق على أرض سانتياغو برنابيو، حيث قام اللاعبون بتدريباتهم الفردية، وجرت جلسة الميران بموجب المبادئ التوجيهية الصارمة للبروتوكول الذي وضعته الليغا بسبب فيروس كورونا. أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن عودة الدوري من جديد بداية من 13 حزيران المقبل لاستئناف المسابقة بعد توقف أكثر من 90 يوما. وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي موعدا مؤقتا لاستئناف الموسم في 13 حزيران المقبل مع بداية التدريبات الجماعية لجميع الفرق. هذا وتوقف الدوري الإيطالي منذ آذار الماضي بعد لعب آخر جولاته بدون جماهير، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا. وسيخضع الجميع إلى فحوصات طبية كاملة بعد أن تواصلت رابطة الدوري مع وزارة الصحة الإيطالية بشأن كيفية الكشف على اللاعبين في التدريبات الجماعية للتأكد من سلامتهم. أعلن وزير الداخلية الألماني أنه يجب على أعضاء الفرق الالتزام بذات التعليمات الخاصة بباقي السكان عند وجود مصابين بالعدوى. وقال وزير الداخلية الألماني زيهوفر أنه يرغب في استئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بعد تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا. وأضاف أنه يجب على الفرق الالتزام بالتعليمات الخاصة بباقي السكان عند وجود مصابين بالعدوى. وسيصبح الدوري الألماني مطلع الأسبوع المقبل أول مسابقة كبرى تستأنف هذا الموسم بعد توقف بسبب قيود كورونا. يواصل بايرن ميونخ استعداداته لمباراته الأولى منذ توقف الدوري أو دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بسبب فيروس كورونا. وسيلعب بايرن مباراته المقبلة في العاصمة الألمانية ضد فريق أونيون برلين في 17 شهر أيار على ملاعب خالية من الجماهير. وعلى الفرق اتباع تعليمات وقيود صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا. يذكر أن الدوري الألماني توقف في 13 شهر آذار الماضي، وبقيت 9 جولات لمعظم الفرق في الموسم.
تدرب لاعبو فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على ملعب بوروسيا باركهوم أمام مجسمات للجماهير صنعت من الورق المقوى. وجاءت فكرة الورق المقوى في نيسان بسبب فيروس كورونا واحتمال إقامة مباراة الدوري الألماني المتبقية في الموسم بدون جمهور. وستنطلق الجولة 26 للدوري بين 16 و18 من شهر أيار، حيث سيحل مونشنغلادباخ ضيفا على انتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل. كشف تقرير صحفي إسباني عن تفاصيل العقد الجديد لنجم ريال مدريد البرازيلي كاسيميرو. ووفقا لموقع ديفينسا سنترال الإسباني، فإن المرينجي نجح في تجديد عقد لاعبي كاسيميرو خلال الأيام الماضية حتى صيف 2023. وأوضح أن اللاعب سيتقاضى في العقد الجديد راتبا سنويا يتراوح بين 8.5 مليون يورو. كما ارتفعت قيمة الشرط الجزائي. وقال الموقع الإسباني أن كاسيميرو كان يحصل سابقا على راتب سنوي يبلغ 5 مليون يورو، لكن ريال مدريد قرر زيادته لإبعاد النجم البرازيلي عن الرحيل. ألمح وكيل أعمال الألماني مسعود أوزيل أن اللاعب سوف يكمل فترة تعاقده مع أرسنال ولن يغادر النادي الإنجليزي هذا الصيف. قال وكيله أن مسعود متعاقد لعام واحد ولم يحدث أي تعديل بهذا الصدد. وأضاف أن الزمن كفيل بكشف ما سوف يحدث في المستقبل، وأن اللاعب سوف يبلغ 32 من العمر ولا زالت أمامه عدة سنوات من الاحتراف. يذكر أن الألماني الدولي السابق لم يحظى بفرص عديدة للمشاركة في المباريات، كما يبدو أن المدرب الحالي ميكيل أرتيتا لا يضع في خططه لإعادة بناء الفريق. أكد تقرير صحفي بريطاني أن منزل ديلي آلي نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا تعرض للاقتحام والسرقة. ووفقا لصحيفة ذا سن البريطانية، فإن اللصوص ملثمين اقتحموا منزل آلي وكان معهم سكين، وأشارت إلى أنه تم سرقة ساعات ومجوهرات من المنزل، بالإضافة إلى تعرض لاعب توتنهام لإصابة في الوجه إثر تلقي لكمات من اللصوص. ووضحت أن آلي كان يلعب بلياردو برفقة 6 من أصدقائه بالإضافة إلى صديقتي روبي مايا. وقالت الصحيفة أن أحد أصدقاء آلي تعرض أيضا لإصابة بعدما خاض شجارا مع اللصوص خلال عملية السطو. أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور عينة إيجابية في الفحوصات الخاصة بهم. أكدت صحيفة البايس الإسبانية أن من بين المصابين 3 المدافع الأورغوياني مارتين كاسيرس، وسيخضع كاسيرس للعزل الطبي لمدة 14 يوما على الأقل مع ابتعاده عن معسكر الفريق بشكل رسمي. وسبق لكاسيرس أن مثل أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالية. كشف النجوم البرزون لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مثل ليبرون جيمس وستيفن كيري وكيفن دورانت وجيانيز عن تأييدهم لاستئناف فعاليات الموسم الجاري حسب ما ذكر تقرير إعلامي أمريكي. وأوضح تقرير لياهو سبورت أن اللاعبين عبروا عن رغبتهم في استئناف فعاليات الموسم، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف بين النجوم البارزين في المسابقة. ونظم هذا المؤتمر كريس بول نجم أوكلاهوما سيتي ثندر الذي يترأس مؤسسة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. وأشار التقرير أيضا إلى أن اللاعبين أنتوني ديفيز وليونارد وداميان ليلارد وراسل ويست بروك شاركوا في المؤتمر. تدرب الفرنسي المخضرم نيكولا ماهوتا مع شريكه في مباراة الزوجي غريغور باريري في الوقت الذي استأنف فيه أغلب لاعبي التنس تدريبات في فرنسا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. وتدرب ماهوتا وباريري بالقرب من ملاعب رولان جاروس في باريس. وقال ماهوتا في تصريحات تلفزيونية أنه محظوظ للاعب في الداخل لأنه لم يكن حريصا على العودة إلى الملاعب الترابية في يوم درجة
الحرارة فيها 10 درجات مئوية وأن الخطر الرئيسي والإصابة، مضيفا إلى أنه لعب لمدة ساعة ولديه حصص تدريبية صغيرة. ختام النشرة نذكر بالعناوين. درجال يؤكد أن الأندية البصرية لها مكانة متميزة على خارطة الإبداع الرياضية. هيثم كاظم ينصح أكرم عمانويل بعدم العودة للعمل مع القوة الجوية. الاتحاد العراقي للسباحة ينتخب خالد قبيان رئيسا جديدا له. الاتحاد الدولي لكرة القدم يلغي حفل توزيع جوائز الأفضل هذا العام. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد موعدا لاستئناف مسابقة الدوري. نشرتها، شكرا للمتابعة.